هديك الليلة حساسة لدرجة إنه ما فيني أحكي لك على التليفون. برأيي الأحسن إنه بكرة نحكي وش لوش. قصة الصبح كانت عم بتقلي إنك ما رح تقدر تجي على العرس وليكك هون عم بتوقف بوشي. ما رح أجي على العرس ريم، لأنه بعد اليوم ما رح يكون في عرس من الأساس. فعلا ما صار عرسي، كله ما نعمل. ما خلوني ساوي عرسي بابا. جوا هذا الظرف سجلات الطيارة اللي استأجرتها باسم ابن عمك، وصور جواز السفر، وبتلاقي كمان وثيقة الدفع للسيارة الزرقاء اللي استأجرتها هون بالمطار. بهديك الليلة كنت هون جينيك، ومو بس الشركة، حتى مرتك ما كان عندها خبر. انت عم تضايق ريم بتصرفاتك، وبهديك الليلة كمان ضايقتها. جيت بس لحتى ما خليكي تغلطي غلطة حياتك. لا تتزوجي لهذا الزلمة، لأنه أنت رح تكوني تعيسة كتير معه يا ريم. وما جيت مشان أمنعك، جيت مشان أنقذك. برأيي تروح تتعالج على السريع. لك أنت يلي بدك علاج، لأنه هذا الزلمة مرضك. أنت مريضة بهالزلمة. العرس بعد يوم واحد، وأنت اليوم هلأ بهذا الوقت على طريق ريفا مثل المجنونة، مو هيك؟ لهلأ ما قدرتي تغيري شي، لساتك لهلأ رايحتك مشي كمش اليد. لو ما في 6 سنين بالنص كنت تمنيت مرتك تجي تلقطنا هون. روح من وشي. شو عم تعمل؟ شبك؟ شو عم بتساوي؟ لك شبك فهمني؟ الحقيقة تعطيلك للسيارة بهداك اليوم فادني. هذا اللي خلاني ألقطك، بتعرف هاي المعلومة؟ ما لقطني، أنت لقط بنتك. لو ما كنت موجود بوقتها كانت راحت لعنده لهنيك، وكانت بنتك بدل هيك. يعني بنتي لهيك ما قدرت تكمل طريقة، مو هيك قصدك؟ ولك شو عملت أنت؟ ليش هيك عملت أنت؟ مجنون؟ في شي بعقلك؟ بدك تعملي له مداهمة؟ ها؟ ماشي. يا ربي هي تكرم عيونك. اطلعي، رح اروح مع بعض لهنيك. ليك كل يلي عملته بهداك اليوم عملته مشان مصلحة ريم. اسمع، انا بعتذر منك قبل ما احكي مع ريم، ما رح احكي معك اكثر من هيك يا هارون. ليش جينيك؟ في شي ما بتقدر تقدم تبرير مشانه؟ لف على اليمين. شو عم بتساوي؟ الطريق مانو من هون. وسخ وجبان. راجع من شان إلكر ما يشوفك، ما هيك؟ أنا راجع من شان ما تعملي لحالك فضيحة كبيرة يا ريم. كذاب جبان وحقير. بس ما حذرت، إذا اضطريت بدي روح مشي. نزلني ريم. بلاش نام، في حاجز تفتيش قدام، بتروحيني أنا وياكي. صف على اليمين ريم. بلاش نانك هاد هلا. لا ليك ولك، يا بتوقف يا بزت حالي. ريم روقي، معقول تروحي مشي؟ بعد عني، اتركني. لحظة لحظة، We'll be right back.
لا 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 ما هو ريم اهدي وخذي نفس، لا تخافي، يلا امشي. لا. خلص اهدي ريم، خلص لا تطلعي، امشي نروح، يلا امشي، لا تطلعي لا تطلعي. لا مو معقول، لا تطلعي وخلينا نروح. يلا مو معقول، تعالي بقى امشي روح من هون. يلا تعالي ريم. إيلا؟ إيلا المسدودة هون. شو؟ هاي إيلا؟ اللي ريم، ريم لازم نمشي فورا، لازم نتحرك دغري. طلعي بالسيارة لأشوف، طلعي بالسيارة يلا. هاد اللي صار، عم تفهمني؟ هاد اللي صار، شفناها طلعنا بالسيارة ومشينا، هاد كل اللي صار. لا مو هذا كل اللي صار. حسب سجلات كاميرا المراقبة اللي دفعت كتير لتمحيها، هذا مو كل اللي صار. عم تضحك علي مو؟ أي كاميرات؟ هالشي مستحيل، حتى قوتك أنت ما بتكفي. لحد هون كل شي مثل ما حكيته. بالنتيجة ما فيك تحكي عن هاي المشاهد لمرتك على سبيل المثال، بس أكيد بتقدر تحكي عنهم للقاضي. طيب واللي بعده جينيك؟ سبب نزلتك من هديك السيارة وجيتك لعند إيلا المرمية على الأرض، فيك تشرح للقاضي ليش رجعت لعنده مرة تانية ولا لا؟ أنا بقلك أنت مستحيل تقدر. انت بالمختصر شو بدك؟ انك تترك بنتي بحالها ولا عاد ترجع تضايقها مره تانيه. واذا ما تركتها؟ بالاول مرتك، بعد المحكمه. وبنتك بتدخل اللعبه وانا بطالع. يا ما عاملها من قبل يا جينيك. ليك انا وريم ما في شيء اسمه انتو جينيك، ما في شيء بيناتكم، ما عم تفهم علي؟ ريم ما لها اي وجود. عندك زوجه حلوة ومنيحة معك، كون زلمة وقدر قيمتها. شو اللي بده يقدر قيمته؟ كنا عم نحكي عن منصبه. اجيت لحتى بارك لجينيك بمنصبه الجديد. الفئة من حلم أمريكا والنومة على حلم إلغاز شغلة مو أي حدا بيقدر يعملها. وقت بشوفكن هيك بقول إسماعيل صار مرتاح البال. ليك حتى خلاك تعرف، بتكون عرفت بس 6 سنين ونص. أنا شو تحملت؟ انزل شوف إذا لساتها عايشة. ريم بلا جنان، كيف بدي انزل؟ بلكي شافوني. انزل شوف إذا عايشة. خلص ريم بدنا نروح. انزل ريم، شو عم تساوي؟ ريم خلص، ريم بلا جنان، شو عم تساوي أنت؟ الله يلعنك. هلا مضطر تنزل. انزل الله يلعنك. انزل وإلا بتصل بقاصة ولادك. الله يلعنك. يا ربي دخيلك، يلعني اللي كان السبب. ما فيك تموتي، ما فيك تموتي قبل العرس، ما فيك تموتي قبل العرس بيوم. لك يلعن حظي. عايشة ما هيك؟ عايشة؟
رح نطلب الإسعاف ونخلص من هالقصة عايشة ما؟ جاوبني عايشة مو عايشة. انت عملت الصح أصلاً، من كل عمرك بتحميها كأب. طيب نحن كلياتنا منحمي أولادنا، بس يعني كيف منقدر نحميهم من حالهم يا ترى؟ أنا ما قدرت أحميها مو بس من حالها، ولا قدرت أحميها من ابنك كمان. أوعك تلومه، لا مو هو السبب بدمار بنتك يا هارون. خلص بقى هالة، نحن مو بالمحكمة، مانك مضطرة تدافع عن ابنك. إذا بتتذكر هارون بقول لك إنه تصرفات بنتك مثل أمها تماما، وادعي لها دائما ما تكون نهايتها مثل نهاية أمها. صاير معها اكتئاب حاد من كل شيء عاشته لحد اليوم، من زواجها ومن طلاقها كمان، والدعوة القضائية اللي هي جزء منها، كل هاد إلا دوره طبعا هارون بيك، بس السبب الأقوى إنه للأسف في عامل وراثي من طرف أمها. العوامل الوراثية ما بتهمني أبدا دكتور، بنتي رح تطيب أنا متأكد. أنا بفترة أبوتي اللي عمرها 25 سنة وقعت ورجعت قمت ووقفت على رجلي، بس بوفاة أمها صدقا وقعت وقعة قوية. أكبر غلطة أنا عملتها بحياتي كلها وقت حكيت لريم قصة مختلفة عن وفاة أمها. إنك تقول لطفلة عمرها 5 سنين أمك مرضت وما طابت أسهل بكتير من إنك تقول أمك انتحرت. صح كان أسهل، بس كان كذب وغلط كبير، كان تصرف جبان. انتحار إنجي ما كان غلطك أنت، كان غلطي أنا. سنين وأنا عم أقول لحالي هالحكي، عذبت مرة خلقة نفسيتها مدمرة وبأنانية سخيفة جاكرتها بوجودي، بس أنا كنت مجرد عذر هارون. نحنا وماضينا اللي حاولنا نخبيه ونهرب منه، مشاعرنا اللي كبيناها، كل هدول كانوا عذر للقدر، لأنه نحنا ماضينا. الماضي ضل بالماضي يا هالة، ضل بالماضي. لو وقت ريم مثلت إنها انتحرت ما رديت على حكيك ووقفت بوشها وقلت لها إنه أمك ما ماتت بمرض، أمك انتحرت ونهت حياتها بإيدها، كانت هلأ متطلقة ومتعافية من زمان كتير. أنا كأب شايف أغلاطي ومعترف بكل شي، بس أنت قضيتي كل حياتك عم تغلطي على أغلاطك وأغلاط ابنك، بتعرفي هذا الشي؟ وبالنتيجة هاي الأغلاط غيرت حياة شابين لسه ما شافوا شي من الدنيا. يا ترى هديك الليلة ابني لحاله اللي غير حياتهم ومستقبلهم يا هارون؟ خير. شو في هارون؟ شو هالسرعة؟ شبك؟ شكلك بتعرفي منيح شو صاير لدرجة مستعدة تخاطري بحياتك، ما هيك؟ الشي الوحيد اللي بعرفه إنه بكرة عرس أولادنا وبس. وابنك اللي عرسه رح يصير بكرة يا خانم، يا ترى بتعرفي لوين راح اليوم؟ ها؟ وإنت أخذ دور الحمل مجنون ورايح تشوف صهرك وينه يعني؟ إذا لهيتيني أكتر من هيك ما رح لا لحق. تعمل هيك هارون، هذا الطريق حتى إسماعيل ما بيعرفه، بس انت تعرف طريق ريفا لسه اكتر مني، وعلى الاغلب هالشي اجا كونك حدا مهووس بالسيطرة. كتر الحكي ما رح يساعدك تأنقذي ابنك، رح اخليه يوقع. هارون بنتك ما رح تتركه حتى لو تأكدت انه مع غيرها وساق فيني. بنتي ما حتتخلى عنه،
بس لا تفكري إني بثق فيكي. شو يعني صار عندك الشجاعة الكافية إنك تروح لهنيك؟ تشجعي أنتي وتعالي وراي. هديك الليلة عملنا عقد ملكية بيناتنا، ما حكينا بشي، مثل كأنه عملنا اتفاق بصمت، ما سألنا بعضنا ولا أي سؤال. أنا وياك متعودين نعمل اتفاقيات بصمت. بس اللي بيعملوا اتفاقيات بيكونوا بنفس الطرف، مزبوط؟ هذا اللي مو متعودين عليه. حتى وقت كنا عشاء ما كنا بنفس الطرف، وأنت بتعرفي. إذا بتفكر تساوي فخ لابني بقتلك فورا. إذا بنتي ريم ما طابت رح يكون موت ابنك على إيدي. معناتها الزمن هو اللي بيقرر خاطرك. منلتقي بالمحكمة بكرة. جينك باك. ايه الكربك، بابه مقفول وتليفون مكتبه معطل غالبا. ها جينك باك، الكربك على الخط. انا برجع بتصل فيه. ماشي، حاكي بعد شوي. لو سمحتي، إذا المبلغ صعب سحبه مرة واحدة منقدر نبعت قسم منه، ماني مضطر استلمه كامل باليد. أنا ما عم ينصرف معي الشيك. ما عم بفهم. هو مانو معرف. كيف يعني مانو معرف؟ ليش في مشكلة عليهم؟ عم قلك الغاز يا أنسة، ما بتعرفي من عائلة الغاز؟ كيف يعني الشيك مانو معرف؟ بتاريخنا كله ما صار معنا هيك. ما فهمت عليك، يعني انحظرت حسابات الشركة؟ قلت لي امتى صهرنا طلع من هني؟ جينيك، أول ما توصلك رسالتي بتحكي معي، نحن لازم نحكي بأسرع وقت. طيب مفهوم. في شي عم بيصير بالشركة أمي. شو بده يصير بدون علمنا يعني؟ الكربك، شو بتحب تقلنا عن قصة سرقة سهرك للشركة وهروبة برا البلد؟ بتكون تسألوا اسماعيل بيك عن هالموضوع؟ لا يا ولاد الحرام، لا لك دمرتوني رسمي. الله لا يوفقكم، لك دمرتوني. اسماعيل بيك لو سمحت، هيك رح يرتفع ضغطه. سمعنا انه رح تعلنوا عن افلاسكم. افلاس شو؟ الله يسامحك، مو وقت الكوميديا هلا. لك دمرتيني. إلا خانم، أنتوا تزوجتوا بالضبط قبل آخر يوم من الدعوة، شو بتقولي لنا عن هالشيء؟ لك دمرتيني. حديث كنتي عن هالموضوع بالتحديد مانو مناسب أبداً. بتعرفي يعني الوضع هلأ كتير حساس، والناس عم يستغلوا الحديث عن زواجهم والنميمة بظهرهم، لهيك ما في داعي لهالحديث بنوب. أكيد بتقدروا تستنوا ليحكوا ويشرحوا عن زواجهم بعد ما تخلص الجلسة الأخيرة بالمحكمة، بيكون أفضل. بس طالما أقنعتونا منشان تاخدوا منا خبر خاص. مثل ما شايفين كل شيء واضح قدامكم. عم تلتقوا مع نسايبكم الجداد هالخانو؟ ايه طبعاً أكيد، ولو
أولادنا عم بيحاولوا يكونوا سعيدين بالرغم من كل الظروف القاسية حواليهم، ونحن بالرغم من كل شيء، بالرغم من وجود الدعوة، بس كرمال أولادنا تضامننا كعيلة وفصلنا كل شيء عن بعضه. وخلوا عندكم ثقة أنه بعد المحكمة رح تشوفونا كتير كعائلة واحدة. أمي، رح نصير نشوف أختي على التلفزيون بس ماما. وبعد الزواج الصادم للجميع، قامت بهار يوكسال بالضغط على الزر. ظهرت برفقة محاميها، حيث تم التوضيح لاحقاً أن الأم يوكسال أتت إلى المحكمة لتقديم تقرير الهيئة الطبية الخاص بابنتها، وقامت برفع دعوى رسمية ليعتبر زواجها ملغى. ليك ركضت مثل الهبلة ورفعت دعوى ضد زواجها الغبية. لك بيّنت حقيقة هذا المعاق عمر قدام الكل، وحضرتها عطت بنتها لعيلة من الطبقة المخملية. بدل ما تشكر رب على هالنعمة بتقوم بترفع دعوة ضدهم. إن شاء الله ما تكون هالمخملية مجرد كذبة. طبقة مخملية شكم ومعرف. لا تقول هيك ابني، المرة مبارح طلعت على التلفزيون وقالت إفلاس شو هذا، نحن وضعنا كتير منيح. أنا برأيي يا ابني إنه ناطرين الدعوة تخلص ليوضحوا كل شيء. يلا قوم، رح نتأخر عليهم. خليك قوي، يلا قوم، اليوم يوم عظيم. نشكر الله، رح نقبر الفقر. نحن رح نقبر الفقر.